أيضا مشروع محطة مياه الوالدية بأسيوط أحد مشروعات التنمية في المحافظة. تعمل المحطة بطاقة إنتاجية بتبلغ حوالي 600 لتر في الثانية بمعدل 51 ألف لتر مكعب في اليوم. بيبلغ طول الشبكات فيها نحو 36 كيلومتر، وده طبعا بتكلفة إجمالية تخطت 250 مليون جنيه. المزيد عن هذه المحطة في التقرير التالي. يوما بعد الآخر، تؤكد الدولة المصرية أن التنمية في صعيد مصر على رأس أولوياتها من أجل النهوض بمستواه عن طريق إقامة المشروعات القومية الكبرى وإصلاح البنية التحتية ومحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لأهله. مشروع جديد نلقي عليه الضوء في إطار التنمية الجارية بمحافظة أسيوط. المشروع هو محطة مياه الوالدية بمنطقة منشية الأزهر، مشروع مقام على مساحة 7 أفدنة، حيث تعمل المحطة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 600 لتر في الثانية بمعدل 51 ألف لتر مكعب في اليوم، حيث يبلغ طول الشبكات بها نحو 36 كيلومتر، وذلك بكلفة إجمالية تخطت 250 مليون جنيه. المحطة الجديدة التي تم افتتاحها منذ أشهر قليلة ساعدت مع محطة نزلة عبد الله في تغذية جميع مناطق مدينة أسيوط، إضافة إلى منطقة الوالدية وتسع قرى شمال مركز المحافظة، ليتخطى عدد المستفيدين من المشروع 211 ألف نسمة. محطة مياه الوالدية طاقتها 600 لتر ثانية المرحلة الأولى، المرحلة الثانية 1200 لتر ثانية. المحطة حاليا بتخدم مدينة الوالدية بالكامل وأكثر من 9 قرى في شمال أسيوط، منجباد والعضر وبهيج وسلام ونجع 7 والعسوية وبين حسين ونجع بين حسين. والحمد لله المحطة قضت على مشكلة انقطاع المياه اللي كانت مستمرة في الولادية. بالنسبة للمعمل هنا بيتم التحاليل الكيميائية والتحاليل الفيزيائية، في المعمل الآخر بيتم فيه التحاليل مايكروبيولوجي. احنا بناخد تحاليل من أول المأخذ بتاع المحطة لحد ما بنطلع عينة الطرد اللي بتتوزع على الشبكات. بيتم متابعة العينة سواء في المحطة أو في الشبكات بصفة دورية وبتغطية جغرافية تشمل جميع المناطق اللي احنا بنغطيها، بالإضافة ان هي لازم تكون مطابقة لمواصفات مياه الشرب طبقا لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007. احنا هنا بيجي لنا نوعين من العينات، يا اما بيجي لي عينة المحطة دي كل شوية، المفروض ان انا كل ساعة تقريبا بتابعها بحللها تحليل كامل كيميائي وبكتيرولوجي وفيزيكال، يا اما بيجي لي عينات شكاوي او بتابع بره الشبكه نفسها. لما بيجي لي شكوى بيبلغني، المفروض بيبلغ مدير المعمل، وبعد كده بنروح نتوجه لمكان الشكوى نفسها بسحب العينه وبعد كده بنبتدي ان احنا نحللها. مشروع محطة مياه الوالدية يأتي في إطار المشروعات المختلفة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، حيث أكد رئيس الوزراء وزير الإسكان مصطفى مدبولي في بيان سابق تنفيذ 14 مشروعا لمياه الشرب بكلفة تناهز 3 مليارات جنيه، إضافة إلى 12 مشروعا للصرف الصحي بكلفة 4 مليارات لخدمة 3 ملايين نسمة. كان في مشكلة عندنا مياه في الوالدية، لكن الحمد لله بتشغيل هذه المحطة تعتبر اتحلت المشكلة. وبالنسبة في عندنا مشروعات كتيرة لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي في أسيوط، ومنها في مشروعات ممولة من المعونة الأمريكية، وفي مشروعات ممولة من البنك الدولي، وفي مشروعات ممولة إحلال وتجديد. بالنسبة للمشروعات الممولة من المعونة الأمريكية، في محطة معالجة الحديد في قرية مسارة مركز بيروت، دي عشان تحل مشكلة الحديد والمنجنيز اللي موجود في المية. مشروعات المياه والصرف الصحي في أسيوط تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، حيث تم وضع هذا الإقليم على قائمة أولويات خريطة مشروعات التنمية الكبرى والبنية التحتية بكل مكوناتها، وهو الأمر الذي تجسد مؤخرا في إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد.